دينا الماتش في مستوى سجلنا هدف بعد جا واحد الخطا اللي تعادلوا معنا رجعنا للدوزيام ميتون كان المنتخب الوطني في مستوى كبير كان عندنا فرص ما تمكناش باش نسجلهم نكملوا على العمل ديالنا باش نفوزوا بمقابله ثانيه ان شاء الله ضد الكابون ونكون واجدين المقابله اللي تكون اوفيسيال شارجه هاد الساعه كما شتي كل مره كتشوف فريق جديد عناصر جديده فسي نورمال ما كيكونش واحد الانسجام كيكون ديما دي فاي تاكتيك فسي نورمال فاحنا كنشكروا الجمهور وجدي بزاف يعني على كاع داكشي اللي داروا علينا فكنتمناو نرجعوا من بعد ان شاء الله نلعبوا مقابلات اخرين وديه هنايا ولا علاش مقابلات رسميه ان شاء الله.